القراءات القرآنية مع القارئ الشيخ عبد السلام النعيمي. سورة الأعراف، الآية 48 بعد 100، رواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وقرأ يعقوب: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وقرأ ورش عن نافع في أحد وجهيه، والدوري عن أبي عمرو: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وقرأ السوسي عن أبي عمرو: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وقرأ حمزة والكسائي: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وقرأ قالون في أحد وجهيه، وابن كثير وأبو جعفر: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وقرأ خلف العاشر: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. القراءات القرآنية.